شرف مراقب الشرطة معكوف زين الدين مدير الوسائل الاعتقادية ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني رفقة السلطات المحلية لولاية عنابة على تدشين 3 منشآت أمنية تابعة لأمن الولاية تمثلت في مقر الأمن الحضري الثاني بالكاليتوسة بدائرة برحال مرقد العزاب والذي سمي باسم شهيد الواجب عجيلي صلاح الدين بالوحدة الجهوية للعتاد بالإضافة إلى مقر الأمن الحضري 15 ومقر المصلحة الجهوية للوسائل التقنية بحي سيدي عاشور في بلدية عنابة التي تعد مكسبا وإضافة إلى المصالح الأمنية لما تتوفر عليه من إمكانات ومعدات حديثة وعصرية. المزيد في ميكروفون عبد الناصر جلال. تواجدنا اليوم باش ندنشن منشآت أمنية مهمة جدا، من بينها منشآتين أمنيتين للأمن الحضري، هاتان الأخيرتان لما لهما من أهمية. أولا في مجال المحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات من جهة، دشنا مصلحة جهوية للوسائل التقنية اللي هي تعد نواة أساسية وجهوية لتسمح كل المصالح العملياتية الموجودة في الميدان للولوج إلى قاعدة المعطيات المركزية واستغلال كل التطبيقات المهنية. هذا وقد أكد المدير أو مدير الوسائل التقنية أن المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة وضعت أزيد من 1300 كيلومتر بالألياف البصرية لتمكين مختلف المصالح العملياتية بالولوج إلى قاعدة البيانات. يعني المديرية العامة الوطني توفر على شبكة معلوماتية مهمة جدا من الألياف البصرية. يعني في السنوات الأخيرة فقط وضعنا ما يفوق حوالي 1300 كيلومتر من الألياف البصرية، مصالح الشرطة كلها مربوطة بهذه الآخر، تمكن كل المصالح العملياتية بالولوج إلى قاعدة البيانات المعروفة بأكملها على غرار الأشخاص المبحوث عنهم، على غرار السيارات المبحوث عنها، وكذلك استعمال البصمة الرقمية. كاين 7 ولايات لحد الساعة اللي عندها كاميرات مراقبة، كان في الجزائر العاصمة البليدة وهران قسنطينة عنابة سطيف وغردية، والعمل الجاري في إطار مشروع وطني تحت قيادة الدولة الجزائرية باش توسع هذا النظام على مستوى جميع قطر الوطن. أما بخصوص محاربة الجريمة الإلكترونية، المديرية العامة وضعت برنامجا خاصا يعتمد على التكوين وتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية. المديرية العامة الوطني سطرت ووضعت برنامج كبير في مكافحة هذه الجرائم. أولا بدأت بالتكوين اللي هو المبدأ الأساسي، تكوين الأشخاص الشرطيين تاعنا المهندسين تاعنا في مجال ترصد ومكافحة هذا النوع من الجرائم. من خلال اثنين تبادل الخبرات بيننا وبين الدول في إطار التعاون حسب مع انتربول والمنظمات الأخرى، وكذلك من خلال العمل اليومي تاعنا ورانا جاهزين باش نواكبوا هذه الجرائم، هذا النوع من الجرائم.